بالزمن كده شوية، سنين كتيرة كتيرة، وربما أول صورة معانا النهاردة من صور صفحة حياة زمان بترجع ل 100 سنة. 100 سنة دي بداية الصورة اللي احنا شايفينها دي، هي الغرفة التجارية في محطة الرمل في اسكندرية. الصورة دي من ثلاثينيات القرن الماضي، لكن ليه بقول لكم 100 سنة؟ لأنه السنة دي عدى 100 سنة على إنشاء هذه الغرفة، أول غرفة تجارية في مصر وفي الوطن العربي وفي أفريقيا، كانت الغرفة التجارية الموجودة في الإسكندرية. دي صورتها، دي محطة الرمل في الثلاثينيات. ياسمين بصي جمال، بصي الفراغ كده، مفيش زحمة، الطراز اليوناني الرائع الحقيقة. كان طبعا معروفة الإسكندرية بالطراز اليوناني، مش طبعا محتاجين ان احنا نقول لك. نبص المبنى عريق ازاي وتاريخي ازاي، والطراز اليوناني طبعا من الطرز المعمارية المميزة. خلينا نروح للصورة اللي بعد كده. الصورة اللي بعد كده هنرجع برضو ل 1936. الصورة دي من امام فندق وينتر بالاس بال أقصر. طبعا الفندق ده معروف جدا جدا، مفيش حد ما بيسمعش عنه، فندق وخمس او منتجع خمس نجوم. المهم ان هو تاريخي، يعني انشاؤه او تم افتتاح الفندق في 19 يناير 1907، والفندق يعتبر الوجهه الاشهر للعديد من بقى الملوك والرؤساء اللي بيجوا مصر علشان يستمتعوا بجمال ودفء الاقصر. ومن اشهر الشخصيات كمان اللي قعدت في الفندق ده الكاتبه طبعا الشهيره جدا جدا اجاثا كريستي، واحنا كتير انا كنت بقرا لها وانا صغيره، مش عارفه انت قريت لها ولا ايه، لكن من الحاجات المميزة جدا، وكتبت هناك رواية مشهورة جدا اسمها الموت على صفحات النيل، وهي كتبتها وهي قاعدة في الفندق دي. فبالتأكيد من الفنادق المميزة جدا جدا، واللي ما راحش الفندق ده أعتقد أنه هو ممكن تكون وجهة حلوة جدا جدا، خصوصا في الشتاء الدفع بتاع الأقصر، تستمتعوا بجمال الأقصر. الفندق أصلا كان معمول حتى من اسمه، كان يعني قصر الشتاء لطبقة الملوك والنبلاء، وفي هناك جناح ملكي خاص بالملك فاروق، ده كان هو بينزل فيه بشكل دائم. الجناح ده لسه موجود لحد دلوقتي، لكن طبعا لا يفتح الا يعني ظروف استثنائيه للغايه، ممكن يسمح فيه بتصوير الافلام وما الى ذلك. كمان مكتشف مقبره توت عنخ امون نزل في الفندق ده، هوارد كارتر، ويقال يعني ان هو لما اكتشف المقبره جري في اروقه الفندق وقعد يقول يعني انه انا اكتشفت بقى مقبره توت عنخ امون. هذا الفندق شاهد على كتير من الاحداث التاريخيه، كمان الملك ملك بلجيكا بالظبط، وملك فرنسا، امبراطور فرنسا، امبراطوره فرنسا اللي هي اوجيني، كتير جدا من الملوك نزلوا في هذا الفندق. انزلي بقى اسمها في الفندق عشان اكمل. خلينا نشوف الصوره اللي بعد كده. الصوره دي لفرقه الموسيقى العسكريه في قصر القبة سنة 38، وسنة 38 في قصر القبة كان كمان زفاف أو زواج الملك فاروق والملكة فريدة في نفس السنة، فدي ممكن تبقى فرقة موسيقى عسكرية أو مثلا من أجواء الاحتفال، يعني ربما لأنه قصر القبة هو قصر ملكي كبير جدا، هو من أكبر القصور، يعني مساحته 190 فدان، مساحة مهولة يعني حقيقي. وكمان لو اتكلمنا عن الموسيقى العسكرية، إيه الموسيقى العسكرية عندنا يا جماعة؟ من أيام الفراعنة، إحنا عندنا أصل كل حاجة. الفراعنة كانوا أول ناس استخدموا الموسيقى العسكرية، كانوا يستخدموها في العديد من المناسبات، مثلا حفلات التتويج بتاعة الملك، حتى في المراسم الجنائزية كانت بتبقى حاضرة، أي نوع من الحفلات، فيضان النيل، الحاجات دي كلها كانت بتبقى حاضرة الموسيقى العسكرية. كمان في عهد محمد علي باشا بدأ في اهتمام كبير، وكانت أول مدرسة أو تم إنشاء أول مدرسة للموسيقى العسكرية، وبعد كده بقى تطورت بشكل كبير جدا. لكن بالتأكيد إحنا برضو هنرجع وإحنا الأصل هنا، أصل طب الموسيقى العسكرية. نروح بقى لآخر صورة معانا النهاردة. الصورة دي من يعني بصوا المفارقة الغريب، صورة من محافظة الجيزة وقت الفيضان، شايفين المية. ومحافظة الجيزة كلها كانت طبعا معروف ان يمكن قبل بناء السد العالي كانت مصر معروف ان هي كنا بنتعرض للفيضان اكتر من يعني كل سنة كان بيبقى فيه نوع من انواع الفيضان. دايما في اغسطس كان بيبقى بيسموه بداية السنة المائية وبداية الفيضان، وبعد كده الفيضان بيبقى بعديه بقى طبعا مرحلة الزراعة،
وبعد كده مرحله الحصاد. الفيضان كان بيستمر لفترات طويله، ساعات كان بيستمر لثلاث شهور، لكن في السنه دي كان الفيضان الاكثر قوه، يعني 1887 كان من اقوى واعنف الفيضانات اللي تعرضت لها هذه المنطقه، لكن بالتاكيد بعد وجود السد العالي الصوره اختلفت بالتاكيد كتير، وشفنا بقى المنطقه اتغيرت ازاي دلوقتي. كان له عيد بقى، كان وفاء النيل، عيد وفاء النيل هو عيد فيضان النيل. كنا يعني القدماء، وعلى ذكر بقى المصريين القدماء، بنقول بتقولي المصريين القدماء الاصل في كل حاجه كان عندهم اعتقاد ان الفيضان ده ايه بقى يا اسماء، تخيلي، كان بيعتقدوا ان ده دموع ايزيس كل سنه حزنا على وفاه جوزها اوزوريس، فكان من شده حزنها دموعها بتعمل فيضان، عشان كده اتسمى بالظبط، هو دايما بتقولي كده وفاء، عشان كده اتسمى عيد وفاء النيل. طبعا القدماء المصريين حكاياتهم وقصصهم جميله جدا ومثيره وفيها اسرار كتيره وحكايات كتيره.